الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا إن قلت وكيف تستخير من عندها عذر شرعي؟ وكيف تستخير من عندها عذر شرعي كالحيض والنفاس؟ من يعيد السؤال؟ ولا أختار أنا؟ هذه المرة منتبهين. طيب، كالحائض والنفساء، كيف تستخير هذه؟ شو نسوي بها؟ شو نقول بها؟ الجواب: لقد أجمع العلماء على أن الصلاة في حق النفساء والحائض محرمة، فرضها ونفلها. فإذا مسألة أن تصلي هذا ممنوع بالإجماع، لكن المتقرر عند العلماء قواعد نستسف منها الجواب. القاعدة الأولى في قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. القاعدة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والقاعدة الثالثة في قول الفقهاء: الميسور لا يسقط بالمعسور. واضح التخريج؟ الميسور وهو الدعاء لا يسقط بالمعسور الذي هو أفول الذي هو الصلاة. القاعدة الرابعة: ما لا يدرك كله لا يترك جله. طيب، من يعطيني الجواب إذن بناء على هذه القواعد الأربعة؟ خلاص، تدعي زين. أنها تدعو تقتصر على استخارتها بالدعاء فقط. طيب، إلا في أمر يمكن تأخيره إلى ما بعد الطهر، فإذا كان الأمر واسعا فالحمد لله عز وجل.